السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير، وحشتوني عودا حميدا. رجعنا بقى من اجازه العيد، عملتوا ايه؟ كلتوا الفته؟ طب كلتوا ايه تاني؟ وحشتوني وحشتوني وحشتوني. حلقه جديده في اسبوع جديد، ربنا يجعل ايامكم كلها خير وبركه وسعاده وكل حاجه حلوه في الدنيا. النهارده بقى جايبه لك اكله خفيفه، طبعا كلنا بقى خارجين من العيد، يعني شبعنا فته ورقاق ولحمه محمره وي وي وي. جايبه لك النهارده بقى اكله سريعه وسهله وتنجز جدا جدا في الحر ده. هتجيب لنا النهارده يا ساره، جايبه لكم بكبكه السجق، حاجه كده سهله جدا. هنقول ما بكبكه السجق، هنقول مكرونه بالسجق، حاجه كده سهله جدا وبسيطه جدا جدا وطعمها بجد جبار. وهقدمها لك باكتر من طريقه. يلا بينا نشوف المقادير، وهنروح على طول على طريقه التحضير. عشان نعمل المبكبكه الجميله بتاعتنا هنحتاج لزيت نص كيلو من السجق، وده بيجي من عند الجزار، طبعا انا عملته معاكم قبل كده في حلقه. هنحتاج كمان لبصله متقطعه لقطع صغيره، فصين ثوم مفرومين، فلفل حامي مقطع صغير، واحد فلفل رومي متقطع صغير، ملح فلفل اسود وبابريكا، سبع بهارات، كزبره، اتنين معلقه صغيره من صلصه الطماطم، ميه مغليه، كيس مكرونه، وكوبايه من الجبنه الموتزاريلا وبقدونس للتقديم. عايزه اقول لك ان الاكله دي انا بجد يعني من عشاقها، بحبها جدا وليها طرق كتيره جدا جدا للتقديم. طب يا ساره، ما نعمل المكرونه لوحدها والسجق لوحده. نص كيلو السجق عمره ما هياكل العيله، لو نص كيلو سجق او ربع كيلو سجق عمره ما هياكل العيله، لكن لما تدخليه في المكرونه هيبقى طبق حلو جدا. تعملي جنبه شويه بطاطس محمره، ويا سلام بقى على طبق سلطه، يا لهوي بيبقى حلو جدا. طماطم كده متبله بتبقى اكله حلوه قوي. انا بصراحه انتوا عارفين انا ساره عاشقه المكرونه وبحب كل حاجه فيها مكرونه. ادخلها مره مع الفراخ، ادخلها مره مع اللحمه، يعني المبكبكه اصلا دي حاجه حلوه قوي. اعتقد ان احنا عملنا هنا في البرنامج مبكبكه السجق قبل كده، وانتوا طلبتوها تاني، واعتقد ان احنا عملناها باللحمه برضو. عايزه اعملها لكم برضو مره بالفراخ. طيب معانا بقى ايه دلوقتي؟ حله على النار، هننزل بشويه زيت، طبعا قبل اي حاجه هنسمي بالله كده شويه زيت حلوين اهم، مش كتير. ليه مش كتير؟ لان اوريدي تلات ارباع السجق اللي عند الجزارين الا من رحم ربي بيبقى مليان دهون، فاحنا مش هننزل زيت كتير. في نفس الوقت لازم برضو ننزل زيت، علشان الزيت هو اللي بيساعد ان المكرونه تبقى مفلفله وزي الفل. طبعا اهم حاجه معانا الميه المغليه، انا بشغل الكاتل تاني اهو عشان الميه تبقى مغليه. هنستنى بس الزيت لما يسخن وبعدين هننزل بالسجق بتاعنا. بصي بقى، انا عملت لكم قبل كده حلقه سجق، وعايزه اعملها لكم من غير جزار، عايزه اعملها لكم لوحدي واعملها لكم بالقمعه. انا بعت اشتري القمعه عشان اعملها لكم ونعمله مع بعض. بصوا بقى يا جماعه، انا بحب جدا جدا كساره يعني ننوع ونبدع ونفكر. بصوا بقى، الزيت خلاص سخن، هننزل بالسجق اللي معايا. على فكره تقريبا اللي معايا ده ربع كيلو سجق، اهم حاجه النار تبقى عاليه، ده اهم حاجه. طيب على فكره تقدري اول ما تخلصي الاكله الحلوه دي تقدميها زي ما هي كده، وبتبقى ايه بقى؟ صيصه ولايصه كده وجوسي وتجنن. وتقدري تضيفي عليها جبنه موزاريلا، وده هنعمله. وتقدري بقى بكوبايتين حليب ومعلقتين دقيق ورشه ملح ورشه فلفل اسود ورشه جوز الطيب ومعلقه زبده، تاخديهم كلهم كده مع بعض على البارد، وتنزليها كده من فوق المكرونه لما نعملها، وتدخليها الفرن، بتبقى وهميه. عايزه اقول لكم يا جماعه، الاكل ده يعني مزاج. تمام كده، احنا بنعمل ايه بقى؟ بندي السجق كده تقليبه. على فكره انا ما بحبش في المبكبكه اقطع السجق، انا لقيته مقطعوه، بحب السجق يبقى بطوله، ولما نشوحه نبدا نقصه بمقصتي بسكينه. لكن بصي كده هيتحول معايا اللحمه مفرومه، فانا ما بحبش كده، بس خلاص كانوا حطوني قدام الامر الواقع. هننزل بقى ببصلايه كده متقطعه مكعبات صغيره، وندبل. اهم حاجه ان الحاجات الحلوه بتاعتنا دي بقى ايه؟ تتدبل وتشم الريحه. واهم حاجه يا جماعه ان السجق تجيبيه من عند جزار ايه؟ محترم. انت عارفه ان الجزار ده محترم، راجل محترم، عشان الحاجه تبقى حلوه. تمام، هنعمل ايه بعد كده؟ هننزل مجرد بس كده ايه، انا عايزه دقيقه واحده السجق يدبل. عايزه اقول لكم ان في ناس بتقول لي يا ساره احنا كل اللي كنا نعرفه عن السجق ولله الامر طبعا انه بيتعمل اسكندراني ويتحط في سندوتشات بس كده. انا عايزه اقول لكم السجق ده بدخله في كل حاجه. لو ما جربتيش ورقه السجق، ورقه الخضار بالسجق، فايتك كتير جدا. يعني تعملي كده شويه خضار وتحطيهم في صينيه وتنزلي عليهم بالسجق وتقفليها وتدخليها الفرن، تقمريها حلو. عايزه اقول لك عالميه، ورقه الخضار بالسجق عالميه، عملناها مع بعض وهعملها لكم تاني.
لما تدخليه جوه المكرونه يا نهار ابيض، لما تعمليه مع الكفته والكبده يتحول معاكي لصينيه الوحوش، لما تعمليه مع المكرونه، لما تزودي عليه كفته. اوعي تقولي السجق يعني سندوتشات، لا جددي غيري، احنا عايشين يعني كل يوم بيبقى فيه حيره لاكل جديد، فاحنا بنحب دايما كمان ان احنا نفكر ونجيب اكلات اقتصاديه. بصي بقى كده خلاص دبل معايا، هننزل بفصين ثوم، بصي كده مجرد بس نشم ريحتهم هننزل بالفلفل، انا فلفل اخضر اهو. المفروض على فكره كمان لو عندك فلفل احمر بيدي نتيجه عالميه، قرن فلفل حامي طبعا بقى، الحامي ده حسب بقى ولادك اخبارهم ايه، بيحبوا الحامي او لا. انا كساره بحب اضيف الحامي حاجه بسيطه ما يضايقش الولاد وما يزعجهمش، وفي نفس الوقت يدي طعومه كده للاكل. تمام كده، عايزه اقول لك الريحه بقى كده يعني يا سلام لو تيجي تشمي. هننزل دلوقتي بقى ايه بالبهارات. معانا تليفون. الو الو، ازيك يا شيف ساره؟ عامله ايه؟ يا ايه ازيك؟ وحشتيني والله. يا روحي حضرتك من بعد العيد. يا روحي عامله ايه يا ايه؟ الحمد لله. انت اللي عامله ايه؟ ايه الاخبار؟ اهو تمام الحمد لله. انت اخبارك يا عم؟ في العيد عملت فته. انت عملتي فته؟ اه طبعا. قولي لي بقى، عايزه اي حاجه اعملها لك؟ انا على طول بعمل المبكبكه باللحمه المفرومه، بس انا هجرب المره دي المبكبكه بالسجق زيك. صدقي بقى انا ما عملتش قبل كده مبكبكه باللحمه المفرومه جديده دي. لا على طول بعملها. خلاص انا اجرب بقى المبكبكه باللحمه المفرومه، انت جربي مبكبكه السجق وانا اجرب مبكبكه باللحمه المفرومه. خلاص حبيبه قلبي، مش عايزه اي حاجه اعملها لك، يعني اي حاجه على بالك، وصفه معينه قولي لي يلا فكره. تبقى اعملي لنا بس خطوه المكرونه البشاميل تاني. المكرونه عيني. حاضر اعمل لك مكرونه بشاميل تاني، انت تؤمر يا قمر. عيني حبيبتي. حاضر. طيب حبيبتي شرفتينا ونورتينا. بصوا بقى كده هنقلب الكلام ده كده يدبل وننزل بقى بالبهارات بتاعتنا. بصي بقى كده انا هجيب دي كده علشان اوريك البهارات بقى. يا جماعه البهارات مش بتنزل كده وخلاص، لازم تبقى في ماده دهنيه. وانزلي بالبهارات بقى وشمي ملح، كل ما البهارات نزلت وحلوت الجمال معايا زاد. فلفل اسود، شويه كزبره. طيب يا ساره دلوقتي المقادير قد ايه؟ نص معلقه صغيره من الفلفل الاسود، نص معلقه صغيره من البابريكا، ربع معلقه صغيره من الكمون، ربع معلقه صغيره من الكزبره، ومعلقه صغيره من الملح. بس كده المقادير اهي للناس اللي لسه بتتعلم والبنات والعرايس الجداد. بصي بقى انت كده لما تشوحي، بصي البهارات، بصوا يا جماعه البهارات بتعمل ايه؟ عارفين انتوا التش دي؟ بصوا بقى هنا بقى هتشمي ريحه احلى اكله. قلبي بقى كله مع بعضه كده. قولوا لي بقى عملتوا ايه في العيد؟ انا عايزاكم بقى تكلموني كده وتحكوا لي عملتوا ايه في العيد؟ وايه الاخبار؟ انا عايزه اقول لكم نزول الشغل بعد العيد تحسي بقى بتجديره ان انت صاحيه بقى ونازله الشغل، بس الحاجه الوحيده اللي مش مخلياني متقدره ان انا يعني جايه لكم. جايه لكم علشان اشوفكم كده دي الحاجة اللي مخلياني مش متقدرة. هنوسع في النص كده وننزل بالصلصة. كل حاجة لما تصدميها بتطلع حلاوتها. الصدمة دي يا جماعة حاجة يعني، بصي بقى كده الكلام بقى كده يا نهار أبيض. هنا بقى ننزل بالمية المغلية. يلا بينا. أهو. طب يا ساره ليه مش ميه من الحنفيه؟ الميه المغليه بتسرع معانا عمليه التسويه، فمهم قوي ان الميه تكون مغليه. قلت لكم قبل كده مش معنى ان انا بحب المطبخ اني اعيش حياتي فيه خالص. على فكره انا كان معايا مناديل هنا ما شفتوهاش؟ شفتوش المناديل؟ يعني ايه؟ يعني انا دلوقتي ست بحب المطبخ جدا، هعيش حياتي فيه بقى؟ لا، اعمل كل حاجه. انا عايزه اقول لكم ان انا عايزه اعمل لكم بسكوت الخلاط، تخشي تعمليه في 10 دقايق وتطلعي أكلة اهي جميلة وخفيفة وسريعة في دقايق. الموضوع ما ياخدش معانا وقت. ليه أنا علشان أعمل أكلة لأولادي في الحر اللي احنا فيه ده أقف ساعات وأقطع في مقادير عايزة أقول لك كل حاجة سهلة وبسيطة. أنا كنت عاملة، أقول لكوش بقى، أول امبارح كنت عاملة صينية بطاطس بالفراخ. يا نهار أبيض، ناخد تليفون وأقول لكم على صينية البطاطس. ألو الو، ازيك يا شيف ساره؟ عامله ايه؟ ازيك يا روحي؟ عامله ايه؟ الحمد لله وحشتينا والله. عاش من شافك يا حبيبتي. انا مش طايقها. ايه الاخبار؟
الحمد لله. زيك، انت عامله ايه؟ الحمد لله. انت عامله ايه يا قمر؟ الحمد لله. انا عايزه اقول لك بجد، انا يعني انا بتفرج عليكي وبخلي جوزي كمان يتفرج على حلقه الخروف عشان خاطر يعرف هنا ايه الخروف ويضحي بيه. فاهماني؟ يا روحي. وعايزه اقول لك ان انا بوظت الدنيا في العيد. بوظتي الدنيا في العيد؟ والمشويات وزفت كمان. شويتي كمان؟ ده انت شاطره بقى. اشطر كتكوت ده ولا ايه؟ طبعا. وتسلم ايدك على البكبكه، ده ريحتها واصله لحد هنا. يا حبيبه قلبي، كلك ذوق يا جميله. انا هبقى سعيده وانا شايفاك على التلفزيون والله يا شطاره. يا روحي تسلمي، كلك ذوق حبيبتي. والحمد لله على السلامه، بجد كانت اجازه سعيده اكيد. الحمد لله. انا لسه الاجازه بتاعتي، يعني لسه هنبدا ناخد الاجازه بتاعتنا. هو احنا كستات بيوت عندنا اجازه يا جماعه؟ والله انا حاسه ان كان ناقصني حاجه اصلا فتره العيد دي كلها، عشان كده كنت عماله اعمل الوصفات بتاعت حضرتك. يا روحي تسلمي، كلك ذوق يا حبيبتي. تسلمي لي، كلك ذوق. ميرسي على المكالمه الحلوه دي. طب مش عايزه اي حاجه اعملها لك؟ انا عايزاكي على طول مبسوطه واشوفك دايما على التلفزيون على طول. يا روحي تسلمي بجد. والله يا شيف ساره، انا لما بتفرج على التلفزيون واشوفك قدامي ببقى بحس بحياه جميله جدا. لا خدي قلبي بقى على المكالمه الحلوه دي. خدي قلبي على المكالمه الحلوه دي. والله يعني انت لما بتجددي في حاجات انا على طول ثاني يوم بروح اشتري الحاجات ديت واعملها. ما بخليش. تسلمي تسلمي يا روح قلبي. حياتي تسلمي لي. كلك ذوق، كلك ذوق. ميرسي، شكرا على المكالمه الحلوه دي يا حبيبتي. زي ما شفتوا، اول ما الحاجات كلها غليت، السجق مع الخضار مع المية كلهم أخدوا غلوة واحدة بس. طبعا قدامكم الغلوة ما خدتش دقيقتين ثلاثة، خلاص نزلنا بالمكرونة. المبكبكة بتحب المكرونة المرمرية، هي دي يا جماعة المكرونة المرمرية. ليه بقى؟ لأنها بتستوي بشكل سريع، صعب إنها تعجن. فأسهل حاجة للمبكبكة، بصوا أجيبها لكم أهي، أسهل حاجة للمبكبكة المكرونة المرمرية. طبعا تقدري تعمليها باي نوع مكرونه تاني، يعني عايزه اقول لكم ان انا بحب جدا اعملها بالسباجيتي. طب يا ساره، الاكله الحلوه دي علشان تبقى معاكي فظيعه، اول ما تطفي عليها تاكله وهي بقى بميتها كده، عايزه اقول لكم بتبقى تحفه. طب انا دلوقتي مش عايزه المكرونه تعجن، لان طبعا ممكن تعجن جدا، ممكن تلزق في بعضها. في التوقيت ده بفتح كده وادي تقليبه، وده مهم قوي. بصوا، عايزه اقول لكم بجد يا جماعه انتم محتاجين تشموها. هنعمل ايه بقى؟ هننزل بشويه زيت. شويه الزيت اللي هننزل بيهم دلوقتي دول هم اللي هيخلوا المكرونه ما تعجنش خالص. ندي تقليمه كده. عينيا. حاضر. نقلب كده ونغطي. عايزه اقول لك مش هتاخد يعني خمس دقائق كمان وهنقدمها. طب يا جماعة، احنا النهاردة معانا عيد ميلاد الاعداد المعد بتاعنا استاذ محمد. كل سنة وانت طيب يا محمد، وقبل كده سنين كتير قوي حلوة، وسنين كتيرة في سعادة وهنا وراحة بال، وشوفك كده احسن معد في الدنيا كلها. انا عايزة اقول لكم الفريق بتاعنا يعني ما شاء الله، يعني احلى فريق في الدنيا كلها، بموت فيهم، بحبهم كده. كده خلاص، عايزة اقول لكم ان هي يعني مفيش 10 دقايق سبع دقايق وهتلاقيها استوت. اهم حاجه ان النار عندي تكون عاليه. لما بقى تاخد غلوتين هدي النار متوسطه. المبكبكه مش ده مش رز، لو انت هديتي النار عليها هتعجن. لا، احنا بنسيبها على النار عاليه تاخد غلوتين زي دلوقتي. هبدا هدي النار مجرد بس سبع دقايق وهتلاقيها استوت وهنقدمها مع بعض. طيب، زي ما قلت لك ممكن نقدمها كده، ممكن نجيب بقى كسروله ثانيه او حله ثانيه صغيره ونضيف فيها ايه؟ كوبايتين بالعدد. دوسي للصينيه دي، الصينيه دي هتاخد كيس مكرونه، ربع كيلو سجق او نص كيلو سجق زي ما تحبي. طب يا ساره، دلوقتي في واحده تيجي تعمل صينيه مكرونه بشاميل او مثلا مبكبكه سجق، تقول لك لازم نص كيلو سجق او مثلا نص كيلو لحمه مفرومه. مفيش حاجه اسمها لازم. انت مقدرتك ايه اللي مقدرتك تعمليه؟ انت مقدرتك انك تعملي صينيه المكرونه بشاميل بنص كيلو لحمه مفرومه، استخدميه. مش مقدرتك، ربع كيلو لحمه مفرومه. مفيش حاجه اسمها لازم. الطبخ ده براحتك، والمطبخ ده لعبتك وده بيتك ودي مملكتك. اعملي اللي انت عايزاه. انا مثلا دلوقتي حطيت بابريكا، في ناس ما بتحبهاش، ما تستخدميهاش، لكن هي حلوه قوي وبتدي تيست حلو قوي وبتعلي الطعم وبجد فظيع. طب دلوقتي يا ساره، انا بقى ايه، عملت المكرونه دي قبل كده مبكبكه وعايزه اغيرها، عايزه حاجه جديده. تجيبي حله صغيره او كسروله صغيره، وهنحتاج كوبايتين من اللبن، عليهم معلقتين ممسوحين من الدقيق، رشه ملح، رشه فلفل اسود، ونقلب كويس قوي قوي على البارد. بعدين نرفع على النار. بصوا يا جماعه المبكبكه
بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا جماعه، عايزه اقول لكم خلاص، بصوا قربت تدخل في استوى. كمان المكرونه الصغيره المرمريه دي ما بتاخدش وقت معانا خالص، بصوا كده. عايزه اقول لكم وهميه، وريحتها بقى ايه، قلب البلاتو بجد يعني. طيب زي ما قلت لك، كوبايتين من اللبن، معلقتين ممسوحين من الدقيق، نص معلقه من الملح، ربع معلقه من الفلفل الاسود، ورشه جوز الطيب لو حابه. هنقلب الكلام ده على البارد، وبعدين هنرفعه على النار واحنا بنقلب كانك بتعملي مهلبيه، بس النار عندك متوسطه، مش هتحدقي، مش هتقدحي بقى سمنه ولا اي حاجه، لانه اصلا في هنا زيوت فكفايه علينا خالص. طب وبعدين اول ما تلاقيها معاكي تقلت، هتضيفي معلقه قشطه او معلقه زبده زي ما تحبي، يمسكوا كده مع بعض كويس جدا، وهتلاقي كده خلاص القوام بقى زي الفل. تقدمي بقى المكرونه وتحطي عليها البشاميل، وده عملناه قبل كده على فكره يا جماعه، ورشه جبنه موتزاريلا. ممكن تعملي حاجه زي ما انا هعمل دلوقتي، هناخد المكرونه في الصينيه ونرش عليها الجبنه الموتزاريلا، وبتبقى زي الفل. معانا تليفون. الو الو يا شيف ساره، صباح الفل. ازيك يا فوزيه؟ ازاي حضرتك، عامله ايه؟ يا رب تكوني بخير. الحمد لله يا حبيبتي، انت عامله ايه؟ منوره الشاشه، منوره الدنيا كلها، والحمد لله على السلامه من بعد اجازه العيد. الله يسلمك يا روحي حبيبتي، انا متابعاكي، عايزه اقول لك متابعاكي، واول ما بعرف ان الحلقه جت بصي بقعد اتفرج عليها. تسلمي يا روح قلبي. وايه الالوان الحلوه دي، وايه الاحمر ده، انا عايزه اقول لك ان انت في اللون الاحمر جميله جميله جميله. بصي هو في كل الالوان حلوه، بس الاحمر بصراحه بتخطفي الشاشه. حبيبتي ربنا يخليك، انتوا النهارده يا جماعه راضين عليا، المكالمات كلها حلوه قوي، يعني ايه الرضا ده؟ كنت وحشانه قوي، وكنا مستنيين الحلقات بتاعتك بصراحه. حبيبتي ربنا يخليكي، كلك ذوق. ايه يا فوزيه، طب قولي لي عملتي ايه في العيد؟ تسلم ايدك على المبكبكه. عملت فته طبعا. أيوة. وعملنا رقاق، وعزمت حماتي. تمام. وعملنا لحمه بالبصل. سلقتيها ولا يعني حمرتيها اللحمه؟ لا بصراحه حمرتها على طول، يعني انا كنت عارفه ان التحمير على طول كده بالبصل بكله كده بيبقى طعمه جميل قوي. الف هنا وشفا يا حبيبتي. الله يهنيك يا حبيبتي. مفيش اي حاجه عايزاني اعملها يا فوزيه؟ بصي بقى يا شيف ساره، انت يعني مننا وعلينا، انا عاوزه اقول لك احنا زهقنا من اللحمه بصراحه، خارجين من العيد مش قادرين. مفلسين. ولا لحمه ولا بالظبط، يعني مش قادرين ولا ماديا ولا معنويا. عايزين بقى اكلات حرشه، وفي نفس الوقت ايه يعني ما تبقاش مكلفه، احنا انت معودانا في الاقتصادي وفي اللحوم في كل حاجه. عينيا. مطبخ شيف ساره ما بيحرمناش من حاجه. يا روح قلبي تأمري. عيني عيني يا فوزي، اعمل لك احلى الاكلات، انت تامري اعمل لك اكلاتك بكره، نعمل اكلك صغير يعني بعد المكالمه الحلوه دي، هقول ايه بكره يا فوزيه، احلى اكلاتك صغير، انت تامري يا فوزيه. بصوا بقى كده يا جماعه الجمال، يا جماعه بصوا، انا عايزه اقول لكم انا معليه النار علشان يا نهار ابيض. بصوا بقى، مش قلت لكم 7 دقايق وهتبقى استوت؟ هو ده الكلام، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بس انا علشان يا جماعه بصوا، انا ممكن ايه دلوقتي انقلها على طول في الطاجن واحط الجبنه الموتزاريلا وادخلها على الفرن، لكن انا كساره لا، عايزاها كمان دقيقتين علشان الناس اللي بتاكل يا جماعه. بصوا بصوا حلوه كده ما شاء الله جدا. يلا بينا بقى، يلا بينا. بصوا معايا بقى واحنا بنقدم المبكبكه، بصوا يا جماعه هي دي المبكبكه، بتبقى كده يتقال عليها المكرونه الجاريه المبكبكه، زي ما شفتوا 10 12 دقيقه بتبقى استوت وزي الفل. انتوا عارفين في البيت بقى طبعا، هنا ما ينفعش قدام التلفزيون بقى والناس، في البيت بعمل ايه بقى، بمسك الصينيه كده واقعد بقى الحله واقعد اعمل كده، لكن هنا ما ينفعش بقى. بصوا ايه رايكم بقى في المبكبكه، انا عايزه اقول لك تجنن كده. بصوا الكلام ما شاء الله ولا قوه الا بالله، اهو هيوريكي بقى طريقه التقديم الثانيه اهو. كده، وزي ما قلت لك تقدري تحطي على وشها بشاميل او جبنه موتزاريلا. عايزه اقول لكم ان انا دلوقتي قدامكم اشتغلت بربع كيلو لحمه مفرومه، وعايزه اقول لك ده كيلو الا ربع من المكرونه. بصي ادي جبنه موتزاريلا اهي اهي، وندخلها الفرن على درجة حرارة 180، بس نوزع بس الجبنة حلو، انا بحبها كده، بس بحبها اكتر لما بيكون على وشها بشاميل، بتبقى فظيعة يا جماعة، بشاميل خفيف يعني شبه الوايت صوص كده. بصوا الكلام، وندخلها الفرن، تعالوا معايا ندخلها الفرن، يلا بينا اهو كده. مش هتكمل في الفرن، يعني الفرن بيكون مسبق التسخين،
ندخلها على يعني حراره الفرن نفسها 5 دقائق، بعدين نقفل الفرن ونشغل الشوايه. بصوا كده، بصوا الجمال يا جماعه، بصوا المكرونه يا جماعه، بصوا المبكبكه يا جماعه، يا نهار ابيض على الجمال. بصي بقى رشه كده ايه بقدونس، ونطلع فاصل صغير ونرجع لكم. فاصل نواصل. ورجعنا لكم تاني ومعانا يعني اكتر حد دلوقتي يا جماعه كلنا هنحبه، يعني اكتر حد دلوقتي هينفعنا، احنا خارجين من العيد بقى وايه على الله حكايتنا كلنا، معانا خبيره التغذيه العلاجيه استاذه مها عطوه. اهلا اهلا. اهلا بيك يا حبيبتي. عامله ايه؟ وكل سنه وانت طيبه. طبعا كلنا في العيد بقى دلوقتي اكلنا كلتي فته كلت كل حاجه. انا بصي كميه مسجات، يا ساره اكلنا الفته، عايزين نلحق نفسنا، طب نعمل ايه، طب نسوي ايه. كلتي الفته؟ انا اكلت الفته وكلت ممبار وكلت رقاق، انا مفيش حاجه ما اكلتهاش. وايه ما شاء الله العزايم ورا بعض، مش عارفه في العيد ده كان فيه ايه بصراحه. أيوة صح. واللي سافر واللي كل وحلويات. شايفاني بقى انا لسه الحمد لله حلوه اهو ما شاء الله. ما شاء الله. طبعا ما شاء الله، اللهم بارك يا حبيبتي، ربنا يحفظك يا رب. احنا بقى يعني ما انت علشان انت مظبطه نفسك واخده احتياطاتك. مظبطه نفسي بس انا بقول لك انا ماشيه بحاجه كده لوحدي، عشان يعني في ناس كل واحد على حسب وزنه برده. يعني لو زايده 2 3 كيلو بلحق نفسي على طول، ما بسيبش نفسي ان انا اقعد ازيد، باخد بالي حتى من قبل ما اوزن نفسي. لقيت الـ 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 الحاجات يعني ضاقت شويه عليا فبلحق نفسي، باخد كل فتره يعني مثلا حبايه حبايتين كده، لو انا شايفه ان انا هاكل كتير او داخله على عزايم او في اكل، ان انت مضطره ان حد لو مش عايز تاكلي هيقول لك لا كلي لازم تاكلي، وانت عارفه طبعا في اي عزومه لازم يقول لك كلي كلنا عارفين. فاحنا احنا خارجين من العيد الكبير، العيد الكبير هو نفسه بيتكلم عن نفسه، فته ودوني ومشويات، وما تعرفيش المشويات قدامك تلاقي نفسك بتروحي ناحيه الحاجات التانية. وكله بقى بالسمنه ورقاق وشوربه ولحمه محمره، وكله في الزيت، ونظام بقى ايه اللي هيستخدم سمنه وزيت اكتر هو اللي هيكسب. ايوه ولا هيكسب. على فكره اكلنا بالسمنه وكلنا بالزيت، ما انت طول ما انت بتاخدي حاجه بتنزل لك الدهون دي ما تقلقيش. طول ما انت داخله اي عزومه وحاسه ان في اكل كتير ومش هتقدري، يعني حتى لو ما باكلش كتير وعايزه ان انا يعني حاسه ان انا هاكل كتير، انا لازم على فكره كلنا ماشيين بعوامل مساعده. انا ما يعني فيش حد يتخيل، في ناس بتبقى عندها مشكله كده او عندها الحرق سريع قوي، مش كلنا عندنا كده على فكره، احنا بنتخن وممكن في يوم بصراحة واحد هم عندهم الحرق سريع ولا هم بياكلوا في نفسهم. انا بسمع ان هم مثلا بياكلوا في نفسهم. لا، في ناس مثلا بيبقى عندها اصلا نشاط في الغده، في ناس عندها الحرق سريع قوي او يعني مهما بتاكل. إيه؟ انا كنت قاعده مع ناس من فتره، ففي واحده ما شاء الله الله اكبر عليها، يعني كانت معديه، احنا عارفينها كلنا بتاكل جدا ما شاء الله، وكانوا يعني بياكلوا تمام. فهم بيقولوا لي بقى البنات ان هي بتخسي كده طول الوقت عشان هي بتاكل في نفسها، فدي اشاعات يعني، هم بيغيروا منها فبيقولوا كده. قالوا لي من كتر ما بتاكل في نفسها يا ساره. لا، في ناس عندها الحرق فعلا سريع. يعني انا لو عندي في ناس مهما تاكل بيبقى عندها يعني الحرق عندها سريع، يعني مش بتاكل في نفسها ده الحرق. ومش كل الناس على فكره اللي وزنها حلو بتبقى اصلا يعني عندها الحرق تمام. معظمنا محتاج لعوامل مساعده. انا طول عمري بفضل اول ما يعني ازيد 2 3 كيلو لازم اخد حاجه تساعدني. أيوة. فعشان كده بالنسبه لنا احنا انا من ساعه ما يعني الكورس ده بقى معايا فانا تمام. يعني اي اول ما ازيد 2 3 كيلو الحق نفسي بقى، باخد بقى العلبه دي. لو بقى وصلت لا قدر الله لل 20 وال 25 كيلو هبتدي ادخل بقى في الكورسات الثانيه. فطبعا احنا يعني كالعاده ولسه معانا عروض، وعايزه اقول لك برده على الكورس بتاعنا. الكورس بتاعنا فيه ايه شيف ساره؟ حاجه بتسد معانا الشهيه من 6 ل 8 ساعات معانا. يعني انت عايز تقولي لي ان كورس النهارده هو المنقذ؟ هو المنقذ لو انا بالنسبه للعك، يعني سوري في النظر للعك اللي عكناه في العيد. طبعا واحنا كمان في الصيف، انت عارفه يعني خلصنا من رمضان ومن الشتاء وكل دي دهون. احنا محتاجين حاجه تقفل بقنا، معايا حاجه بتقفل بقي، معايا حاجه بتزود حرقي. يا جماعه انا حاسه ان في تدبير كوني عشان الدنيا في حاجه غلط. احنا طلعنا بصي من الشتاء، والشتاء يا جماعه عشان نتدفى شويه شعر بلبن، شويه بليله بلبن، حته كيكه سخنه، فاهماني انت، حله محشي. المحشي ده قلز طيب في الشتاء يعني. ايوه شويه الوقت. توتر وضغط بيخلينا ناكل اكتر. توتر وضغط، احنا هنضحك على بقى ولا توتر؟ هو بيدفي، هو المحشي في الشتاء بيدفي. لا انا بتكلم طول ما احنا يعني الحياه سريعه، بحيث الناس بقت تاكل اكتر من زمان، احنا طلعنا من الشتاء اكتر. وانا كنت داخله الشتاء وشايفه ان انا يعني ايه غزال هولندا مثلا، تمام جدا، بس طبعا الهدوم الشتوي كانت مداريه. طلعنا من الشتاء على رمضان، والكنافه والكلاش والبسبوسه، طلعنا من رمضان علي
نسكت؟ لا نخش على ايدي الكبير. لا في يا جماعه مؤامره كونيه هنا، في مؤامره كونيه. طلعنا من ايدي الكبير بقى، انا حاسه يعني واحده كارتي بتقول لي ايه؟ صار انا بقى عندي مشكله في التنفس، لان الاكل واصل لحد هنا وبعدين ما بنحرقش، فاهماني؟ تقولي ساره انا طول الوقت بشتغل في البيت. حبيبتي ما هو شغل البيت ده مش شغل. فالنهارده بقى ايوه حركه محدوده في حدود طبعا. انا جايبه لك الحل وهبسطك يا ساره وهبسط كل الناس اللي بتتفرج علينا، يعني كل المشاهدين دلوقتي هيتبسطوا. ليه بقى؟ قولي انت ليه قلتي لي انا هبسطك وهبسط كل اللي بيتفرج علينا؟ هبسطك لان احنا جايبين عروض، وقبل العروض دي احنا معانا الحل لكل حاجه. حلو ده. يعني الناس اللي عايزه تحرق معانا الحرق، يعني زي ما قلتي صاحبتك اللي بتتحرك في البيت دي محتاجه ان هي تتحرك، فبناخد ايه العلبه الحمراء دي هي اللي بديل الجيم وبديل الحركه، ولما بناكل حاجه فيها دهون بتنزل لي الدهون وبتقلل لي عدد الخلايا الدهنيه، فالناس اللي مشكلتها في الحركه بتاخد العلبه الحمراء دي. الناس اللي عندها مشكله في الشهيه او عايز تنزل من 10 ل 5 من اول 4 5 كيلو لحد 10 15 كيلو بتاخد العلبه البيضاء دي بتسد معاها الشهيه وبتنزلها في شهر واحد من 10 15 كيلو. في كمان معانا بعد ما بنوصل للوزن المثالي، معظم الناس بتعاني ان هي بترجع تاني الوزن اللي نزلته كله، فالعلبه دي بجد بتخليني ما ارجعش اي وزن انا نزلته، يعني انا نزلت الوزن الوزن معايا بيثبت. تمام. فعاملين انا ما خدتش الخضره دي قبل كده. الخضره يبقى انت ما خدتيش الثلاث شهور. لا ما خدتش الخضره، هم بيبعتوا لي الحاجه فانا باخدها. هم انا اخدت الابيض والحمراء، يوم باخد البيضة ويوم الحمراء. يبقى ده انت خدتي كده كورس لشهرين. ايه ده هم يعني بيضحكوا عليكي؟ لا مش بيضحكوا عليكي، قالوا لي ده انت كورس اصلا مش لا ثانيه، انت مش وزن كبير عشان يدوكي الثلاث شهور. الثلاث شهور ده بينزل من 30 ل 35 والله. حلو ده. ايوه يعني انت مش وزن كبير، ده الثلاث شهور ده عاملينه الناس اللي محتاجه عمليات. انت ما شاء الله وزنك تمام، يعني هو فده حلو جدا معاكي كورس يعني الشهرين. يعني انا هم بعتوا لي، هم دلوقتي انا عايز اعرف، انا دلوقتي باخد الكبسوله البيضاء والكبسوله الحمراء، ده اسمه ايه؟ ده كورس الشهرين. كورس الشهرين اللي اتبعت الشهرين باخد يوم البيضاء وباخد يوم الحمراء. تمام. طب انا دلوقتي عايز اخد الكورس المكثف. انا دلوقتي انا بقول لكم انا كساره بالعكس ينفع الكورس المكثف معاكي؟ بالعكس ده هيخليكي كمان، يعني انت بدل ما هتاخدي يوم ويوم هتاخدي في اول شهر كورس العلبتين دول. لا انا محتاجه استغلك شويه. بصوا يا جماعه هنقول دلوقتي العروض كلها، انا بس محتاجه استغلك شويه. انا دلوقتي يعني كنت قاعده بره شويه في الريسبشن، فشفت كميه ريفيوهات عن الكورس المكثف. لا انا عايزه اخده. انا دلوقتي هسافر طبعا، كلنا هنسافر وخلاص، قدامي اسبوعين وهسافر، وعايزه في الاسبوعين دول انزل مثلا كساره، عايزه انزل 7 كيلو 10 كيلو. هينزلني؟ هينزلك من اول شهر 15 كيلو. ده المكثف. ده المكثف لانك من اول شهر هتاخدي في يعني واحده قبل الفطار هتاخدي العلبه دي، وبعد الغداء هتاخدي العلبه دي. في الشهر الثاني بقى هنرجع نكرر الوان فيت اللي هي العلبه الحمراء، هنرجع ناخد دي بس بعد الفطار بس. في الشهر الثالث بقى بنكمل بالتثبيت. تمام. وكده كده بناخد كل يوم الفيتامين دي وكريم شهاده الترهلات، ده بندهنه يوم بعد يوم. هو ده اللي بيجي هديه؟ ده بيجي هديه. الاثنين دول بيبقوا هدايا، ده من غير من غير اي حاجه. يعني دلوقتي الكورس المكثف معانا اللي انا ان شاء الله هاخده قريب، العلبه البيضاء واثنين من العلبه الحمراء والعلبه الخضراء، ومعانا الهديه الكريم الفيتامين دي وكريم شهاده الترهلات وفيتامين دي. ده كده الكورس المكثف اللي هو ما شاء الله بينزل في الوزن 15 كيلو في الشهر. 15 كيلو في الشهر. ده يعني من اول شهر مش اقل من 15 كيلو. من اول شهر مش اقل من 15 كيلو. حلو قوي الكلام ده. طيب انا دلوقتي بقى ست عاديه خالص او بنوته وفرحي، كاتب كتابي، عندي مناسبه، فرح اخويا، فرح اختي، وعايزه انزل مثلا 5 كيلو 10 كيلو بس مش اكتر من كده، تنصحيني بايه؟ بانهي كورس؟ بكورس الشهر. كورس الشهر بينزلني اصلا من 10 15 كيلو، بس طبعا بيختلف من حد للتاني، يعني احنا بناخد العلبه دي بس بتكفيني شهر وبنزل، وكمان بيجيني معاها فيتامين دي هديه. تمام. يعني كورس الشهر باخد العلبه البيضاء ومعاها الفيتامين الفيتامين دي هديه. ده غير كمان ان الناس برضو اللي بتبقى قلقانه، الكورس دايما معانا احنا التصريح طبعا بتاع وزاره الصحه المصريه، عشان في ناس بتبقى دايما اول سؤال، طب هو هيعمل لي كذا، طب هو هيتعبني، طب هو يعني ينفع مع الناس هو ينفع مع كل الناس، لان معانا تصريح وكله اعشاب طبيعيه. حلو ده. وكمان معانا عروض. عرض بقى الشهر ده عرضه ايه؟ يعني كورس الشهر ده عليه 30% بيوصلني كورس الشهر وكمان معاه فيتامين دي هديه. حلو ده. تمام. حلو جميل ما شاء الله. نيجي بقى انا دلوقتي بقى لو عايزه انزل في الوزن مثلا من 15 ل 20 كيلو
تمام، من 15 ل 20 كيلو هيبقى لكمان ل 25 كيلو كورس لشهرين. كورس الشهرين، كورس الشهرين باخد يعني اول شهر باخد العلبه دي لمده شهر، وتاني شهر باخد الوان فيت، يعني باخد اول حاجه الوان سليم بعد الفطار بنص ساعه، قصدي قبل الفطار بنص ساعه، وبعد كده الوان فيت تاني شهر، وبيوصلني معاه ده عليه تخفيض 40%. حلو ده. كمان معاه فيتامين دي وكريم شد الترهلات اللي بندهنه يوم بعد يوم. حلو قوي قوي الكلام ده، جميل. يعني لو انت عايز تخسي من 15 20 25 كيلو معاكي كورس الشهرين، وده عرضه 40%، العلبه البيضاء والعلبه الحمراء، وكمان معانا فيتامين د هديه، وكريم وكريم شد الترهلات هديه. حلو قوي. طب معايا بقى دلوقتي لو انا عايزه انزل في الوزن مثلا 30 كيلو، مثلا 35 كيلو، ناخد كورس الثلاث شهور. حلو. كورس الثلاث شهور بناخد الوان فيت اول شهر، وتاني شهر الوان سليم، وبعد كده الوان فيت العلبه الحمراء، واخر شهر بنثبت بس بناخد طبعا يعني بالتبادل، اول شهرين بناخد يوم ويوم. اخر حاجه بنثبت بالوان بيرفكت اللي هي العلبه الخضراء دي، ده عليه تخفيض 50%، وكمان معاه فيتامين دي وكريم شهاده الترهلات هديه. حلو قوي الكلام ده. يعني لو عايز تنزلي من 30 35 كيلو معاكي عرض الثلاث شهور، العلبه البيضاء والعلبه الحمراء والعلبه الخضراء، وكمان معاها هديتين الكريم وكمان الفيتامين. طب حلو قوي الكلام ده. طب دلوقتي هسالك بقى عن الكورس المكثف اللي انا بالنسبه لي يعني بشوف انا يا جماعه حبيته من ريفيوهاته. بصوا انا كساره ما بشتريش حاجه غير لما اقرا، يعني مثلا عندك اي ابلكيشن، اي ابلكيشن موجود، انت داخله مثلا عشان تشتري مثلا كيس مكرونه، سكارف، خاتم مثلا، اكسسوري خاتم، فبتخشي تحت عشان تشوفي ريفيوهات الناس ايه. ده صدى، لا ده جميل جدا، ده عملي، لا ده مش عملي. فانا كساره شفت كميه ريفيوهات عن الكورس المكثف لا تعد ولا تحصى، انا شايفه انه المناسب ليا. انا كل ما اتكلم مع حد من الشركه يقول لي يا ساره انت خدي كورس الشهر، يا ساره انت خليكي مع كورس الشهرين، انت مش محتاجه الكورس المكثف. على فكره بس انا محتاجه، حتى لو محتاجه كورس الشهرين كانت بتاخد المكثف عشان عايز تنزل اسرع، عشان عايز انزل اسرع عشان المصيف ولبس الصيف والدنيا دي، والواحد برده خارج من العيد. انا عمري ما خدت العلبه الخضراء، فاللي انا كنت بسمعه برده عن العلبه الخضراء انها بتثبت الوزن، الوزن فبالتالي لو انت ايه، لو انا زدت في الوزن مش هرجع ازيد تاني، يعني مش احنا اول ما نبطل نرجع ما نتخنش تاني. حلو زي ما قبل كده، فاكره لو جات لنا مكالمه قعدت تقول استنيت شهرين عشان اشوف يعني اكلمكم هل هزيد تاني في الوزن، معناها كانت موقفه الكورس بقالها شهرين، وكلمتنا بعد ما لقيت ان هي ما زادتش تاني في الوزن، هي كانت واخده كورس لثلاث شهور. معانا رابع حاجه بقى الكورس المكثف اللي بيوصل فيه بقى كل ده، ده من اول شهر بننزل 15 كيلو. بناخد اول شهر العلبتين دول، واحده قبل الفطار الوان سليم، وبعد الغداء الوان فيت العلبه الحمراء دي. تمام، يعني في اليوم باخد كبسولتين، في اليوم واحده قبل الفطار وواحده قبل الغداء. يعني انا دلوقتي هم يوم بيدوني البيضه ويوم بيدوني الحمراء، في الكورس المكثف انت كل يوم بتاخدي كبسولتين. ايوه في قبل الفطار البيضه والحمراء، بعد الغداء قبل الغداء، قبل الغداء الحمراء. بعد كده بقى تاني شهر بناخد الوان فيت بس لمده شهر، وتالت شهر بقى بنثبت بالعلبه الخضراء دي اللي هي الوان بيرفكت، عشان طبعا ما نرجعش نزيد في الوزن تاني. ده بقى عليه تخفيض 60%، وبيوصلني معاه فيتامين دي وكريم شهاده الترهلات. طبعا التواصل بيكون عن طريق الارقام اللي ظاهره معانا على الشاشه، سواء اتصال عادي او واتساب، او عن طريق صفحاتنا على فيسبوك وان دايت ودايت لايف، صفحه مطبخ البلد، في صفحات على الانستجرام، صفحه وان سليم. كل الصفحات دي يقدروا يطلبوا من خلالها الكورس عشان ياخدوا الهدايا والعروض بتاعتنا. معانا الاربع عروض اهو النهارده. كمان المتابعه معانا، يعني اول ما باخد الكورس بيفضل الفريق الطبي يتابع معايا خطوه بخطوه لحد ما نوصل للوزن المثالي. كل ده مجانا، المتابعه من فريق طبي، متابعه مجانيه، وكمان الشحن والتوصيل لحد باب البيت هيوصلني الكورس من غير ما ادفع اي مصاريف شحن، مجانا. حلو قوي الكلام ده. طب دلوقتي انا شفت العروض الجميله دي وشفت الخصومات وعايزه اطلب الكورس ده، نتواصل عن طريق ايه؟ الارقام الموجوده على الشاشه، الاتصال العادي والواتساب، كمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف. هيجي لك الكورس لحد باب البيت مجانا، يعني الشحن مجاني والمتابعه مجانيه. طب انت يا ساره تنصحينا بايه؟ طبعا تطلبي الكورس، طبعا تشوفي المناسب ليكي. يعني مثلا دلوقتي لو واحده كل اللي عايزه تخسه 5 كيلو او 10 كيلو، لا ما يستاهلش الكورس المكثف، خليكي مع كورس الشهر. طب واحده مثلا زي عايزه اسافر وعندي مناسبات جايه كتير جدا، عندي جواز ابن خالتي وعندي خطوبه بنت خالتي وعندي بقى ليله بقى خلاص احنا الصيف والمناسبات بقى والدنيا،
يبقى على طول انا كساره هتجه للكرسي المكثف. ليه؟ لان بدل ما انا باخد مثلا كبسوله واحده اللي هي البيضه في يوم والحمراء في يوم، لا انا هاخد قبل الفطار البيضه وقبل الغداء الحمراء، فبالتالي هنزل في الوزن بشكل اسرع، وده اللي انا محتاجاه دلوقتي. انت عارفه انت جسمك محتاج ايه، وانت عايزه تنزلي في وقت قد ايه، براحتك بتنزلي براحتك زي الطبيعي. انا على طول بقول لك ايه، انت مش فاشونيست، انا ما قلتلكيش وصلي يعني طبعا انت كلامك صح يا استاذه مها خبيره تغذيه علاجيه، فلازم نوصل للجسم المثالي المثالي والرشاقه وحلم الرشاقه. لا يا حبيبتي انا بقول لك انا عايزاك لا لازم نوصل لوزن صحي صحي. انا احبها انا دلوقتي ست بيت وبعمل اكل وبتاع، فيعني ابقي بطايه في نفسك لكي معايا تبصي في المرايه تلاقي نفسك بطايه حلوه كده، نفسي حلوه عليا ومظبوطه عليا. بس ما تلاقيش بقى في حاجات زياده كده، حتت زياده كده، ليه كل حته زياده من دول كل كيلو زياده في البطن بيتقل على ظهرك، تلاقي نفسك مش قادره، ظهرك بيوجعك، تنامي تصحي تعبانه طول الوقت، تعبانه تقفي شويه عشان تعملي شويه اكل للولاد، تعملي شويه حاجات في البيت، تلاقي ركبك بتوجعك، تعب رجلك بيوجعك، كل كيلو فيهم لازم فعلا بيزود 4 كيلو على المفصل. ما قلتلكيش خليكي للوزن المثالي. تاني حاجه، واحده بتقول لي انا لازم انا 50 كيلو ولازم اخس، اتريها قصيره. مفيش حاجه اسمها ان انت نفسك تبقي 70 كيلو، مفيش حاجه اسمها ان انت نفسك تبقي 50 كيلو. انت طولك ايه؟ يعني انا قصاره طولي، انا طولي اصلا 170 تمام، انا 170 طول. اختي داليا 154 ولا 156، مش عارفه هي قصيره كده 156 فلما انا ببقى مثلا 70 وهي 70 انا ببقى رفيعه وهي بتبقى مليانه اكيد طبعا، لكن لما هي بتبقى 50 وانا ابقى 70 بيبقى فيه ليه الطول بيفرق. طب انا اقول لك احنا بنشيل بس ال 100، يعني 170 ده بيبقى يعني 70 كده مظبوط. عايزه بقى تبقي فاشونيستا تشيلي كمان 10 يعني تبقي 60، وده بقى في احلام اليقظه يعني بص، او البنات اللي مقبلين على الحياه، لكن احنا انا بقول لك كست شوفي بس ده الوزن الطبيعي المقبول الصحي، يعني بيبقى شكلك برضو حلو في 70 كيلو. طبعا 70 كيلو شكلك حلو، اهم حاجه انت تقفي قدام المرايه تلاقي الدنيا حلوه، نفسك حلو انت بتتكلمي، طالعه السلم مش من اول دور مش قادره وخلاص وبحتضر وروحي بتطلع، لا عادي تعرفي تلعبي مع الولاد، لو خدتيهم ورحتي النادي او رحتي معاهم اي جاردن تعرفي تجري وراهم، تعرفي يعني انا بشوف بنات بيبقوا قاعدين في زياده جامده عامله سمنه جامده مش عارفين يجروا ورا اولادهم ويرعوهم. طب والله العظيم كويس، اول يوم العيد كنا عند في مكان كده يعني ما، واحده قاعده وابنها صغير بيجري على الطريق، يا بابا يا حبيبتي قوم اجري وراه هيموت هيموت مش بيجري هو قد كده بيبي تقريبا بتاع سنتين ولا حاجه، هي مش قادره تقوم لسه فطرانين الفته وبتاع، اللي هو انت بتعملي ايه يا ماما؟ لا لازم تبقي خفيفه شويه. طبعا كلنا حلوين، مليانه حلو، رفيعه حلو، طويله حلو، قصيره حلو، بيضه حلوه، سمره حلوه، انت بجميع الاحوال حلوه، وكلنا مجتمعين على ان ربنا بيدي كل ست فينا ال 24 قرن الضحى. روحك اللي طاغي عليكي، احنا ما بنتكلمش في سكه الحلاوه، انت كده كده حلو، احنا بنتكلم في ايه الطريق انا بتكلم فيه، انت تبقي مرتاحه انت بتتكلمي مش بتنهجي، مش حاسه ان في حمل هنا، مش حاسه ان في حمل هنا، مش حاسه ان في حمل هنا، مش حاسه بركبك بتوجعك، لا انت تحسي ان انت فايقه. في فرق ان واحده هتخس بعيا واحده هتخس بصحه، عشان كده احنا معانا الفيتامين مع كل ده هديه من الشركه عندنا، هديه مع كل كورس، صح ولا ايه؟ صح، وغير كده احنا كمان سوري ما بن ما بن ما بنحرمش حد من اكل، يعني احنا بناكل كل حاجه يعني باكل برضو اكل صحي عادي ومن غير ما احرم نفسي من حاجه، ما اقعدش اقول لك كلي ده وما تاكليش ده فجسمي يضعف فشعري يقع فبشرتي تبقى بهتانه، لا احنا بناكل كل الاكل الطبيعي بس بكميات هو بيخليني اتحكم او اعمل كنترول عندي في الشهيه، فبالتالي باكل كميه قليله وبنزل في الوزن بيحرق لي الدهون، فانا عشان كده بقول ان الكورس بينزلني بطريقه صحيه. حلو قوي الكلام ده، واهم حاجه انا كست بيت واقفه بعمل رز وصينيه بطاطس مثلا وفراخ او لحمه، ما تقوليش ما تاكليش، ما تقوليش احرمي نفسك من الحاجه اللي انت واقفه تعبانه وبتعملي. عامله لهم النهارده كشري، عامله لهم النهارده كشري بعدس اصفر، عامله لهم النهارده عاملين مبكبكه، هل مش هناكل منها؟ هناكل منها طبعا، بس الكورس بيعمل لك ايه؟ بيخليكي بيسد معاكي الشهيه، بيقلل معاكي الاكل، يعني لو في الطبيعي انت بتاكلي طبق مكرونه كبير هتلاقي نفسك بتاكلي 3 4 معالق، بس قلت لك قبل كده وهفضل اقول لك انا عمري ما بحب احور الكلام او الف وادور، لا انا عايزاكي تشغلي دماغك على الكبسوله، حطي طبق السلطه، طبعا خدي المكرونه اللي انت عايزاها مع السجق وحطي السلطه، السلطه قد ايه؟ كلي معلقه من هنا معلقه من هنا، هتلاقي نفسك مش قادره تكملي الطبق، شبعتي وما حرمتيش نفسك من حاجه،
يلا بينا نشوف الحالات الحلوه بتاعتنا. حالات الناس كانت ايه وبقت ايه؟ عايزه اقول لكم ان الحالات النهارده معانا كتيره قوي ما شاء الله. معانا اول حاله خسر 25 كيلو في شهرين ونص، يعني ما شاء الله كان ايه وبقى ايه، ما شاء الله. انا مش هقول غير ما شاء الله. شايفه اهو الكرش اهو، او الدهون اللي عند كل، وتثدي كمان عنده كل حاجه في الصوره الثانيه ما شاء الله. جسم رياضي اهو، ما فيش اي ترهلات، ما فيش اي حاجه، لان العلبه الحمراء دي اللي بتركز لي على الدهون والخلايا الدهنيه دي. حلو قوي الكلام ده. يلا بينا على الحاله الثانيه. ما شاء الله تبارك الله، خسر 17 كيلو في شهرين، كانت ايه وبقت ايه؟ حاجه حلوه جدا، برافو برافو برافو. حلو الكلام ده، بقت فاشونيستا الشيب. انا بتكلم على شيب الجسم. شوفي بقى ده، ده اللي يعني ده عامل تكميم، يعني انت لو شفتيه تقولي ده عامل تكميم. بقى نصين ما شاء الله. بس طبعا يا جماعه الشخص الاولاني بجد الكورس بتاعنا بجد يا جماعه بديل للتكميم، ما شاء الله ما شاء الله. يعني 45 كيلو في 5 شهور، وعايزه اقول لكم احنا معانا حالات كتيره جدا كده، يعني دي مش اول حاله ولا هتكون اخر حاله معانا. طب انا عايزه اقول لك يا شيف ساره، اللي بيعمل عمليه بيحتاج سنه عشان يوصل للوزن ده، حتى واكتر والله، واكتر والله. وده ما شاء الله 5 شهور، 45 كيلو في 5 شهور ما شاء الله. الحاله دي خسر 20 كيلو في شهرين، عايزه اقول لكم ان الزياده عنده ما كانتش قويه قوي، بس ما شاء الله يعني عمل، الله اكبر، يعني ربنا يا رب يحفظه. حلو قوي الكلام ده، جميل. عايزه اقول لكم طبعا شايفين بعينيكم الرجاله معانا بقت اكتر كمان من الستات ما شاء الله. يلا بينا على الحاله. شفتوا قلت لكم الرجاله بقت اكتر من الستات. عايزه اقول لكم ان هو خسر 12 كيلو في شهر، كان 87 بقى 75، كانت الزياده كلها في الكرش والتثدي ما شاء الله اختفوا. لا شايفه بقى اللي بتكلم فيه انه ابتدى بقى يهتم بنفسه، شايفه ابتدى يعني 12 كيلو برضو بيفرقوا جامد في اهتمام بالنفس وفي النفسيه كمان. من تي شيرت ما شاء الله، بصي بقى الشياكه والاناقه، حلو قوي الكلام ده. معانا حالات ثانيه ولا خلاص كده يا جماعه؟ طبعا عليه. يلا بينا على اخر حاله، خسرت 40 كيلو في 5 شهور، يعني انا ما عنديش كلام اقوله. دراعات وتنايات الظهر اللي بنقول عليها اهي، دي بقت قمر بجد، مفيش يعني اي حاجه في الصوره. دي عملت عمليه نحت تقريبا فعلا. ما شاء الله ما شاء الله. يا جماعه الموضوع كله محتاج ان انت بس تعملي ايه؟ كل اللي هتعمليه تطلع ارقام موجوده على الشاشه، الاتصال العادي الواتساب، وكمان عن طريق بيجاتنا وان دايت ودايت لايف هيجي لك الكرسي لحد باب البيت، المتابعه مجانيه والشحن مجاني. طب انا دلوقتي جبت الكبسوله، هسمي بالله كده واخد اول كبسوله، وانا عندي يقين اني هنزل في الوزن زي كل الحالات اللي انتوا شفتوها دي. عايزه اقول لكم ان كل الحالات دي ما شاء الله جديده، ومفيش حاجه اسمها ان انا عندي مناسبه فانا لازم اخس بسرعه جدا. هتخسي؟ لا مش هلحق اخس. لا هتلحقي، انت دلوقتي اتصلي بس وهاتي الكورس، زي ما قلت لك هيجي لك المتابعه مجانيه والشحن مجاني، هيجي لك الكورس لحد باب بيتك، هتاخدي الكورس من هنا وانت عندك يقين انك هتنزلي في الوزن، وهتنزلي في الوزن. كل اللي قلته لك واقوله لك تاني، قللي سكريات، خليها في الويك اند فقط، وهتلاقي نفسك بتنزلي بسرعه الصاروخ. يا سارة ونشويات كمان، عشان الناس فاكره النشويات، ما النشويات بتتحول لسكريات برضو. فاحنا لو قللنا النشويات والسكريات، لان في ناس معظمهم ما يعرفوش ان عندهم مقاومه انسولين، طول ما انت لسه بتاكلي النشويات وزنك هيثبت لو عملتي ايه. صح. فده بيخليني يعني اتحكم ان انا اقدر اكل كميه قليله، بس ابدل بقى. صح. ابدل النشويات والسكريات باكل صحي، هيديني نشاط وهيديني باور، وفي نفس الوقت يعني مش هحس ان انا تعبانه، يعلي سكر الدم قوي يرجع ينزله تاني فاحس بخمول. لا احنا لازم ناكل اكل صحي، بروتين، سلطه، خضار، نكتر من الحاجات دي، ونحاول نقلل دايما من النشويات. وعايزه اقول لكم ان مش معنى ان الكورس بتاعنا دايما فيه عروض ودايما فيه خصومات وان الكورس بتاعنا امن، فاذا الكورس بتاعنا عالي جدا في السعر. لا على فكره خالص، الكورس دايما في متناول الجميع، واهم حاجه ان الكورس ده مصرح من وزاره الصحه. اهم حاجه يا جماعه، مش اي حاجه عليها عروض نجري نشتريها، لا نعرف اصلها ايه فاصلها ايه. انا دلوقتي لما اخد دي حاجه نازله في بطني تاثيرها عليا ايه، ايجابي ولا سلبي؟ الحمد لله الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه، تصريح معاكم اهو على الشاشه، ده يقول لك اشتري الكورس وانت مغمضه كده واطمني، الكورس ان شاء الله هيوصلك النتيجه اللي انت عايزاها وانت قاعده مكانك. طيب انا دلوقتي صراحه لما اخد الكورس ده هخس؟ هتخس، بس زي ما قلت لك لو انت مثلا كده كده لما تاخدي الكورس هتخس، وبقول لكم وهفضل اقول لكم كده كده بمجرد ما تاخدي الكبسوله هتخس، بس لما انت بقى تشغلي دماغك صح هتخسي اكتر واكتر. يا جماعه في ناس بتنزل في الشهر 20 كيلو، وانا دول شفتهم بنفسي. عملت ايه؟ بتقولي مشيت 3 ايام في الاسبوع، يعني يوم او يوم، لا نص ساعه في اليوم. بتقولي مشيت نص ساعه، انا بقول فعلا في الحركه بركه، بس إيه؟ للناس اللي مش قادره تتحرك احنا برضو بننزل بديل. بس يا سلام بقى لو خدت حاجه بتحرق لي وانا كمان اتمشيت، فانا كده بعمل الضعف على طول. ما هي بتقول احنا يعني الناس كلها بتنزل مثلا 12 كيلو 10 كيلو، لا ده في ناس بتنزل 20،
انت ازاي بتقولي كده؟ والله يا جماعه حالات معانا. ليه؟ بتقولي انا 3 ايام في الاسبوع خليتهم 3 ايام اللي انا بنزل اشتري طلبات البيت. ما انا بقول مشيت نص ساعه. في ناس ملتزمه وفي ناس لا، زي اللي بيروح لدكتور ويتابع ويجي يفطر طول اليوم يعك ويجي بقى قبل ما يروح للدكتور بيوم قال يعني بقى ايه ما ياكلش حاجه فهو كده ايه تمام. لا احنا برضو احنا رايحين وعايزين نمشي على نظام ونمشي، برضو بتمشوا على نظام وبرضو بتدفعوا فلوس وبرضو بتقعدوا تستنوا وفي الاخر لازم ننزل في الوزن. ما مش معايا انا هو الحل السحري فعلا، بس انا محتاجه برضو هو بيديني زقه كده. الزقه دي احنا بناخدها بالكورس واحنا بقى الباقي علينا الاراده بتاعتي انا بعمل ايه. انا اقدر انزل 10 ممكن انزل 20، طبعا بتختلف من حد للتاني. وزي ما قلت لكم كده كده هتخسوا بمجرد ما تاخدوا الكورس هتخسوا، بس انت بايدك انك تخسي 5 كيلو او 10 او 20. يعني ايه؟ هاخد الكبسوله بتاعتي انا النهارده عامله فطار ايه، خدي عادي نص رغيف بلدي، شوفي انت عامله ايه. عايزه اقول لكم ان انا فطرانه رقاق بلبن عادي مفيش مشكله، بس انا عملت رقاق بلبن انا حطيت معلقه عسل نحل بلاش سكر او كيس سكر دايت سيان اي نوع. جيت عند الغدا انا عامله هما كورونا مبكبكه وعامله 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 في بتنجان مقلي، طب ما اخد السلطه وعاملاها ومحبشاها وطعمها يعني ما شاء الله. اخد معلقتين من المكرونه 3 4 5 وحدات من السجق، معلقتين 3 سلطه، واتحداكي انك هتنزلي في الوزن. اهم حاجه بقى ان الكورس كده كده بيخليكي شبعانه، ما تتحديش نفسك شويه وجعانه، واحدة فاكهة كده، واحدة فاكهة كده، بلاش سكريات، بلاش عصاير، بلاش مياه غازية، بلاش مواد حافظة، اللي أنتِ عارفة إن الحاجات دي بتضر ما بتنفعش، لا خدي مكانها تفاحية، خوخاية، الخوخ موجود والبرقوق موجود، إحنا خلاص دلوقتي ده سيزون الفاكهة الحلوة، الفاكهة المسكرة، ما بنمنعكيش من أي حاجة، بنقول لك ما تاكليش حاجة معينة، إحنا بنقول لك ما تاكليش اللي يضرك، ما تاكليش اللي يأذيكي، إحنا عايزينك تاكلي اللي يحليكي. تاكل اللي يديك صحة، ده اللي احنا بنقول لك عليه، ان انت بمجرد ما تاخدي الكبسوله هتغيري كل حاجه وانت زي ما انت. الموضوع بسيط، يلا بينا ناخد الريفيوهات. معانا اول ريفيو بيقول انا بقالي 3 اسابيع كنت 102 بقيت 91. ما شاء الله. بس المقاسات فرقت معايا قوي قوي، حتى لما البس عبايه بتاعت اختي جت عليا واسعه فرحانه قوي. بتتكلمي من 102 ل 91 يعني خسيت 11 كيلو في 3 اسابيع. ما شاء الله بجد يعني. حلو جدا، يكمليش الشهر كمان. يلا بينا على ريفيو تاني. صباح الفل والياسمين عليكي يا دكتوره ندى، انا وزنت النهارده وبقيت 95، كان وزني 115، انا كده خسيت 20 كيلو في شهرين واسبوع. ما شاء الله ما شاء الله، وحاسبها بالاسبوع كمان. حلو جدا، شهرين واسبوع بجد. شكرا على مجهودك معايا، ربنا يكرمك يا رب. وده اللي بقوله لكم، في 20 كيلو بيتخسوا في 20 واسبوع وفي بيتخسوا في شهر، انت وارادتك وانت وشطارتك. يلا بينا على الريفيو الثالث، انا كنت 140 وزنت بقيت 110. بتتكلموا في 30 كيلو اكيد خلاها بني ادمه ثانيه طبعا بجد يعني. طب ايه رايك بقى دلوقتي للناس اللي لسه يعني معديه كده في الصاله ولقيت صوره بتتكلم عامله مبكبكه وبتنجان وعيش مقلي بتقول لك كورس وبتاع، ايه ده؟ عايزاكي بقى تقولي لهم ان احنا دلوقتي مثلا لو 5 من 10 كيلو نخس قد ايه وعرضنا ايه؟ لو اكتر عرضنا يعني قولي لي بقى كده تاني. انا لسه دلوقتي فاتحه الشاشه اهو وعايزه اعرف الدنيا فيها ايه، طمنيني كده وفرحي قلبي. اطمنك طبعا، احنا الكورس بتاعنا قلنا مصرح من وزاره الصحه، الناس اللي عايزه تنزل، البنات اللي عندها مناسبات، عند زي ما قلنا في ناس عندها مناسبات او انا عايزه انزل فخ من اسبوع، عايزه انزل 4 5 كيلو في الشهر، لو عايزه انزل من 10 15 كيلو هيتناسبني العلبه دي عاملين عليها تخفيض 30% ويوصلني معاها فيتامين دي هديه. دي للناس اللي عايزه تنزل من 10 ل 15 كيلو، بس طبعا بيختلف من حد للتاني. الناس بقى اللي عايزه تنزل من 20 ل 25 كيلو عندها دهون موضعيه، الكرش، الارداف، يعني كل الدهون اللي بتضايقنا في كل اماكن في الجسم حتى الدبل تشين، بناخد كورس لشهرين بيوصلني العلبتين دول. بناخد يوم الوان سليم ويوم وان فيت، دي بتكفيني شهرين، بتنزلني من 20 ل 25 كيلو عليها تخفيض 40% وبيوصلني معاها فيتامين دي هديه. كورس الثلاث شهور بقى باخد الثلاث علب دول. اللي هو لو عايزين ننزل من 30 ل 35 كيلو بناخد الوان سليم، العلبه البيضة دي، دي في اول يوم بناخد العلبه البيضة، ثاني يوم بناخد من العلبه الحمراء لمده شهرين. بنكمل بقى ازاي؟ اخر شهر بنكمل الشهر كامل الوان بيرفكت، العلبه الخضراء اللي هي بتاعه التثبيت، ده عليه تخفيض 50% ويوصلني معاه فيتامين دي وكريم شهاده ترهلات هديه.
تمام. الكورس المكثف بقى اللي بينزلني من اول شهر اكيد على الميزان 15 كيلو، يعني مش لو بنقول مثلا من 10 15، لا من اول شهر هننزل اقل حاجه 15 كيلو، ده عليه تخفيض 60%. باخد الاربع منتجات دول اول شهر، بناخد العلبتين دول، بناخد الوان سليم، العلبه البيضه دي بناخدها قبل الفطار بنص ساعه، وبنيجي بقى قبل الغداء بناخد الوان الفت العلبه الحمراء دي قبل الغداء، تمام. ده اول شهر. تاني شهر بنرجع ناخد العلبه الحمراء تاني لمده شهر. تالت شهر بقى بنثبت بالوان بيرفكت العلبه الخضراء دي، ده طبعا عاملين عليه تخفيض 60%. بيوصلني الاربع منتجات دول وكمان معاهم فيتامين دي وكريم شده ترهلات دهديه اللي بندهنه يوم بعد يوم، طبعا عشان الجلد وكده لما بننزل وزن كبير جدا. طبعا التواصل اهو معانا، ارقام الظاهره معانا على الشاشه، سواء اتصال عادي او واتساب او عن طريق صفحاتنا على الفيسبوك وان دايت ودايت لايف، صفحه مطبخ البلد، صفحه وان سليم. كل الارقام دي تقدروا يا جماعه تلحقوا وتاخدوا معانا العروض، وخصوصا احسن عرض معانا هو عرض المكثف. طبعا المتابعه بتبقى معانا مجانيه واسبوعيه من فريق طبي بيوصلني يعني لحد ما اوصل المقاول انا كده تمام، بيفضلوا معايا متابعه مجانيه، مش بروح لاي مكان، مش بتابع في اي مكان. كمان الشحن والتوصيل معانا مجانا لكل المحافظات، بيوصلني اي كورس، عايزه الشهر، عايزه الشهرين، عايزه تنزلي 10 كيلو، عايزه تنزلي 20 30 35 كيلو، معانا كل العروض اللي بتناسب كل الاوزان تقدروا تاخدوها بالعروض والهدايا والتخفيضات، وهو اصلا مصرح من وزاره الصحه المصريه. حلو قوي الكلام ده، واهم حاجه في الموضوع ده كله ان الكورس بتاعنا مصرح من وزاره الصحه. بشكرك من كل قلبي يا استاذه مها. حبيبه قلبي، شكرا ان انتوا يا جماعه بتقولوا لي ان انا دلوقتي خارجه من العيد وهقدر اخس واوصل للوزن اللي انا عايزاه. شكرا على المعلومات الجميله دي. حبيبتي انا اللي بشكرك. شرفتونا ونورتونا بجد يا جماعه، يا رب حلقه النهارده تكون عجبتكم، وانتظروا مننا ان شاء الله موسم قوي جدا. احنا كده خلاص في موسم جديد، وانتظروا مننا عيد ميلاد البرنامج، احنا كده بقالنا سنه مع بعض، خلاص قفلنا السنه، ويا رب اعمل لكم موسم جديد وصفات اقوى واقوى. وكنتم مع مطبخ البلد، مع السلامه.